مرحبا، كيفكم اليوم؟ الفيديو رح يكون عن عبارة عن لعبة اسمها دانك هات. هذه اللعبة بتكون عبارة انه بتلبسوا طاقية، هذا الطاقية بيكون ولازم طبعا تربطوا هنا في اماكن لازم تربطوها، تقدروا كمان تصغروا العمر اذا كبروا. anyways بعدين تقدروا هنا تحطوا مي هنا، فبعد ما تحطوا المي هون جوا هذا البوكس بتاخذوا واحد من هذول الكرات زي هيك ونحاول نصوب على هذا الهدف. اذا بعدين بنحاول ان نصوب على هذا الهدف. اذا صوبنا على هذا الهدف بهذا الشكل توقع المي علينا. ففي البداية لازم نحط مي. اول واحدة رح ترمي كاتي، يلا ارمي يا كاتي. ما صابتها. ثاني واحدة رح ترمي اكاسيا، يلا اكاسيا ارمي. اكاسيا ما نفهم. ما جابتها. يلا هلا راح نشجع كريم، شوف كريم انها راح ارمي يا كريم. 3 2 1. هلا انا دوري البسها. اوكي هني هلا البسها. يلا 1 2. اوكي راح اخذ بتاعي من كريم هلا. يا رمي هبوري سوس ارمي. هلا دوري. هلا رح اشوف اذا بقدر اني اصيبها. بسم الله. دور اكاسيا، يلا ارمي. مين يرمي اكاسيا؟ Yeah.